مصر خاضت الحقيقة سنوات طويلة جداً ضد الإرهاب، وما زالت مصر كانت ترفع دائماً شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. الشغل اليوم لبلداننا العربية هي كيف نواجه الإرهاب. ضيفنا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. 11 سبتمبر كانت عملية فاصلة في تاريخ مواجهة الإرهاب. هل هنالك إرهاب دولي، إرهاب إقليمي، إرهاب محلي؟ الفرق بين تلك المصطلحات. هناك إرهاب عابر للقارات، وهذا الإرهاب هو مكمن الخطورة. الجيش والشرطة والمواطن، ما دور كل عنصر في هذا الاتجاه في مكافحة في محاربة الإرهاب؟ قوات المسلحة وجيش الأمن في مصر دفع التكلفة عالية. عدو الإنسانية الإرهاب. بيت للكل غداً 11 مساءً على قناة مصر الأولى.